عمليه افطار ثانيه ان شاء الله من خلال غيكون عمليه الافطار عابر سبيل اللي تقدر اكثر من 200 ان شاء الله من 200 مستفيد. كما كتشوفوا اليوم الحمد لله كاين لي جون، كاين مجموعه من لي برودوي اللي غنفرقوا على الناس في اطار النشاط الثاني ديال رمضانيه جمعيه كازا شباب. من خلال المرحله الاولى كنا التوزيع ديال القفه على اربع مراحل، واليوم عندنا ان شاء الله افطار عابر سبيل اللي من خلاله غيكون التوزيع ديال اكثر من 200 وجبه فطور على مجموعه من الناس اللي محتاجنا، الناس اللي كيتسولوا، الناس الافارقه، وتحت شعار دائما التكافل والتضامن. جمعيه كازا شباب كتعتمد بالخصوص على التمويل الذاتي اللي هما الكوتيزاسيون والتبرعات ديال الاعضاء، زائد من هذا المنبر اللي كنشكروا بالاخص الناس المحسنين اللي هما راس مال كبير عند جمعيه كازا شباب، كنشكرهم على الثقه ديالهم، كيتيقوا في هذه الجمعيه، كيتيقوا في هذا الشباب. كازا شباب كتكون مجموعه من الشباب اللي هما كيمثلوا الاغلبيه ديال الاعضاء اللي هما سون دي انجينيور دي ايتيديون في لا ميديسين، اللي حنا دورنا ك ك ك كجمعويين عندنا شيء من التجربه في العمل الجمعوي، كنحاولوا ناثروا هاد الشباب باش هما يكونوا ان شاء الله الخلف ديال جمعيه كازا الشباب. اليوم كننظموا واحد العمل خيري باسم جمعيه كازا شباب المتواجده في حي البرنوسي. العمل ديالنا اليوم هو ان كننظموا 200 افطار لعابر سبيل. ان شاء الله يكون هذا بدايه عمل الشباب، وان شاء الله يكون بزاف ديال الاعمال باقي الجايه. بالنسبه للنظام ديال العمل الجمعوي هو اول حاجه من الناحيه الشخصيه كيعاوننا الواحد كيطور من الجانب الشخصي ديالو وكيفاش يتعامل، وانك تتعاون ناس الاخرين كيعاونك حتى انت.